بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه الآية المباركة بالنسبة إلى أحوال أهل المحشر الذين سبقت لهم من الله الحسنى، يعني الله يعلم أنهم مطيعون، أولئك عنها يعني عن النار مبعدون. لا يسمعون حسيسها يعني لا يسمعون صوت النار، لأنكم تعلمون أن النار حين تشتعل لها حسيس ولها صوت. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني هؤلاء في مشتهياتهم وملذاتهم اللذائذ الجسمية واللذائذ الروحية، هؤلاء يكونون خالدين فيها. الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى له آخرة حسنة، لا أحيانا قسم منهم لا يرى النار أبدا، وإذا رأى النار أيضا يعلم أنه ليس من أهلها. وكذلك هؤلاء خالدون ودائمون وأبديون فيما يحبون من المشتهيات، المشتهيات الفكرية أو المشتهيات الروحية أو المشتهيات الجسمية. كل أنحاء الملذات ثابتة وكائنة لهم. هذا بالنسبة إلى الآخرة. المطيعون لله في الدنيا أيضا كذلك، هذا ليس خاصا بالآخرة. والمطيع لله ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، وفي آية أخرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الذي يذكر الله مو ذكرا بلسانه فقط، وإنما ذكرا بقلبه وبلسانه وبجميع جوارحه، يعني يطيع الله في أوامره وفي نواهيه. هذا الإنسان راحته الجسمية والفكرية والعقلية أكثر من غيره، حتى جسمه. الآن تقريبا أواخر شهر رمضان وبعد أيام قلائل أو يوم أو يومين ينتهي الشهر، ونحن الصائمين بحمد الله تعالى تدربنا على قلة الأكل وحفظ البطن وحفظ الفرج وحفظ اللسان وكف العين والأذن. هذه كانت دورة تدريبية لنا. هذه الدورة التدريبية إذا تمكنا أن نسير عليها سيرا متواصلا، ولو مو بهذه الصورة بطبيعة الحال، لا بصورة الجمع، يعني نجمع أنفسنا من التبعثر والبعثرة، هذا خير للإنسان في دنيا. أكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني أوصل أصدقاء بقراءة كتاب جامع السعادات. أحد علمائنا الكبار قبل 150 سنة تقريبا ويسمى بالشيخ النراقي ألف كتابا سماه بجامع السعادات، وفي الحقيقة هذا الكتاب جامع للسعادات. في هذا الكتاب ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول قال: من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر.
اللقلق الحلق، والقبقب في اللغة العربية البطن، والذبذب في اللغة العربية الفرج. يعني أن الإنسان الذي يتمكن أن يأخذ أمام فمه ولسانه، وأن يأخذ أمام بطنه، وأن يأخذ أمام فرجه، هذا الإنسان فقد وقي الشر. يعني أنه لا يرى الشر إطلاقا. لا، على الأغلب والأكثر الشر يأتي من اللسان والفم والبطن والفرج. شهر رمضان حفاظ لهذه الأمور كما تعلمون، ومو حفاظ لأجل شهر رمضان وحده، وإنما حفاظ وتدريب. شايفين الشخص الذي يتدرب في النوادي أو في الجيش، هذا يقوى جسمه للمستقبل، حتى أن المستقبل يكون قويا ويصلح للحرب وللمصارعة. نحن تدربنا في شهر رمضان على هذا الشيء، حتى في المستقبل بعد شهر رمضان نكون مدربين للمصارعة مع الشيطان وللمصارعة مع هوى النفس. النبي قال: من وقي من شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. شنو الشر؟ الشر على قسمين يا إخوان ويا أخوات: شر حرام وشر حلال، لأن في الحلال أيضا شر. الشر الحرام: الزنا شر حرام، شرب الخمر وأكل لحم الخنزير شر حرام. يعني أن الإنسان، ولو أنه في هذا المجلس قطعا ماكو إنسان له ارتباط بهذه الموبقات والآثام، لكنه لنعلم أن هذه الأمور التي نهى الإسلام عنها، إنما نهى عنها لأنها شر. الخمر شر، لحم الخنزير شر، الميتة شر، الزنا واللواط والعادة الجنسية والسحق شر، إنما الإسلام نهى عنها لصحة الإنسان. حتى إذا لنفرض أنه لم يكن آخرة وحساب وعقاب وثواب وكتاب، كان على الإنسان أن يتجنب هذه الأمور. واسمعوا هذه القصة. كان عندنا في طهران العاصمة الإيرانية قبل تقريبا سنة 52 أو قبل 52 تقريبا، كان عندنا عالم هناك في طهران، وشاهدنا في كلمة من هذه القصة. هذا العالم يسمى السيد أبو القاسم الكاشاني. الشيب الموجودين في المجلس قطعا سامعين باسمه، وغير الشيب لعلهم إذا كانوا يتصفحون الأحوال سمعوا باسمه أو رأوا تصويره. أنا ما رأيت هذا العالم، وإنما أنا قرأت أحواله وسمعت أحواله من كبار آبائنا، بالإضافة إلى أني قرأت أحواله ورأيت تصويره. هذا فرد عالم كان ويجاهد ومن المجاهدين في العراق، كان مجاهدا ثم انتقل إلى إيران وأصبح من المجاهدين هناك، حتى صار تقريبا سنة 52 54 53، ما أدري بالضبط. هذا الرجل صار رئيسا لمجلس النواب. ذاك الوقت كان عندنا عالم كبير في إيران اسمه السيد البروجردي، آية الله البروجردي، والكويتيون وغير الكويتيين حفظهم الله كانوا مقلدين له، مرجع تقليد في زمانه أو مرجع تقليد أعلى. هذا العالم أفتى بوجوب أن يدخل في مجلس الأمة الأخيار والعلماء. مجلس الأمة ما
ماكو مجلس الأمة، لأن هناك مجلسان، مجلس الأمة ومجلس الأعيان والذي يسمى بمجلس الشيوخ. فدخل قسم من العلماء وقسم من الأخيار في المناطق انتخبوا وهم علماء وهم أخيار، ودخلوا في مجلس الأمة، وعلى رأس مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة السيد أبو القاسم الكاشاني. هو كان عالم، ويقال إنه كان مجتهدا، ولهذا كان يعبر عن بآية الله الكاشاني. هذا الرجل صار رئيسا لمجلس الأمة في طهران، وكان من المقرر تصفية القوانين التي هي ضد الإسلام، يعني أن لا يكون في البلاد قانون يخالف القرآن والدين والشريعة، لأنكم كما تعلمون أن القوانين التي تخالف الإسلام والشريعة هذه القوانين محرمات شرعا، ومو فقط محرمات وإنما ضارة بالمجتمع. مجلس أمة تكونت من مرجع تقليد هو آية الله الكاشاني، ومن كثرة من الأخيار والمتدينين والعلماء والخطباء، وبعضهم إلى الآن أحياء، وبعضهم رأيتهم أنا في العراق لما كنا في العراق جاءوا زاروا، وحقيقة المتدينون انتخبوا أناسا خيرين لأجل القضاء في مجلس الأمة. هؤلاء لما انعقد النصاب وتم الأمر، السيد الكاشاني قدم إلى مجلس الأمة مشروع بمنع الزنا ومنع الخمر في كل البلاد الإيرانية. الآن يا شباب أنتم تشاهدون أن في الكويت ماكو مبغى، يعني محل المومسات والفواجر ماكو، وكذلك تشاهدون أنه في الكويت ماكو مخمر، يعني محلا لبيع الخمر أو معملا لعصر الخمر. وفي الحقيقة مكررا قلنا إن هذه من نعم الله الكبيرة الكبيرة على هذا البلد، الذي يجب أن نشكر الله على هذه النعمة، وإلا إذا لا سمح الله كان بلد إسلامي فيها خمر أو فيها زنا، تتولد من المخامر والمباغي مشكلتان كبيرتان. ولعل كثير منكم قرأتم في الإحصائيات أشياء من هذا القبيل. أولا الزنا يورث الأمراض الزهرية والأمراض العقلية، لأن الأمراض الزهرية، ولعل أكثركم قرأتم في كتب المدارس أن الأمراض الزهرية هي أمراض خبيثة تصل أحيانا إلى مخ الإنسان والعياذ بالله، فيجعله مجنونا. وأحيانا هذه الأمراض كما يقرره الطب وقرأناه في الطب، أحيانا تصل هذه الأمراض إلى عظم الإنسان، وإذا وصل إلى عظم الإنسان يجعل عظم الإنسان هشا، حتى هذا الإنسان الآن أنا القاعد هنا وأنتم القاعدون هنا، كلنا قاعدون بسبب العظم، وإلا إذا أخرج العظم من أبداننا نحن قطعة لحم لا أكثر ولا أقل، يعني لحم ودم وما أشبه. فأحيانا هذه الأمراض تصل إلى عظم الإنسان وتجعل عظم الإنسان لينا، تجعله مثل لاستيك، مثل مطاط. إني ما رأيت هذا الشيء، ولو قرأت هذا الشيء في الكتب لكن ما رأيت، لكن أحد أصدقائنا قال رأيت في فندق في بلد إسلامي فرد إنسان كان مثل الخرقة، يقول تعجبت هذا شلون مثل الخرقة، خرقة أصلا تعجبت. قالوا إن هذا الشخص ابتلي والعياذ بالله بمرض السفلس، وهي الأمراض الزهرية التي تتولد من الزنا، ف
فأكل المرض عظمه، والطبيب قال له إنه لا علاج لك وإنما تبقى مدة حتى تموت وتنتهي كل شيء. فيقول إذا رادوا يشيلوه مثل قطعة لحم يشيلوه، مو مثل إنسان يشوف له عين له أذن له لسان، لكن مثل قطعة لحم. هذه الأمراض خطرة، حتى إني أحذركم يا شباب، البلاد الإسلامية بطبيعة الحال الأصل فيها أن هذه الأعمال مو موجودة فيها، لأن الأصل حمل فعل المسلم على الصحيح. أما إذا ذهبتم إلى البلاد الغربية أو الشرقية أو ما أشبه، فعليكم أن تتجنبوا الشرب في إناء الغير الذي لا تعرفونه. يعني دخلت فندقا أو دخلت مطعما أو دخلت مقارا أو دخلت محلا وهنالك إناء للشرب، لا تشرب منه، لعل إنسانا قبلك والعياذ بالله شرب من هذا الإناء وكان مبتلا بهذا المرض، والمرض صار له عدوى في الإناء فشربت منه وأنت إنسان متدين طاهر، لكن عدوى المرض منه تعدى إليه. وأصلا الغربيين الذين منعوا من الشرب في الإناء المشترك سببه هذا، وإلا في أحاديثنا وإذا لم يكن هذا الشيء مستحب في الأحاديث أكو سؤر المؤمن شفاء، يعني أنك إذا شربت ماء وبعدك إني شربت الماء فهذا الماء شفاء لي. أحاديث أكو في هذا الشأن، وأكو حديث أكثر من هذا. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الكوز العام أمان من البرص والجذام، يعني كوز ما جاء كان في هذا المجلس وكل أهل المجلس أناس طاهرون نظيفون مؤمنون غير مرتكبين لهذا الأعمال لهذه الأعمال، إذا شربنا من ماء هذا الكوز ماؤه شفاء من البرف وشفاء من الجذام. الكوز العام أمان من البرف والجذام. أما الغربيون حيث تلوثوا بهذه الموبقات وعرفوا بأن الماء يسبب العدوى لهذه الأمراض الخبيثة الهائلة والمحطمة للإنسان، فقد منعوا أن يشرب إنسان من إنسان آخر، وعلى كل إنسان أن يكون له غلاس خاص وماء خاص وشرب خاص. فإذا ذهبتم إلى البلاد الغربية أو الشرقية فإياكم أن تشربوا من إناء شرب فيه غيركم ولا تعلمون به. قد تعلم هذا صديقك وهو إنسان طاهر نظيف لا بأس به، وقد يكون لا تعلم في الفندق أو المطعم أو المقار، لا اجتنب، اغسل الجلاط مرة ثانية أو الماعون مرة ثانية أو الملعقة مرة ثانية ثم اشرب أو كل. فهذان المرضان، شاهدنا الكلام ونرجع إلى قصة السيد الكاشاني وآية الله الكاشاني وقصته المربوطة بالمقام، هذان الأمران يعني إذا كان هنالك مبغى معنى أن المستشفيات تستقبل يوميا عشرات المصابين، لأن هذه المرأة الفاجرة أجلكم الله مبتلى، هذا الشاب ذهب إليه ولم يعلم وابتلي وغدا رأى نفسه في حمى ووجع في الأعضاء التناسلية وراجع الدكتور، وكذلك ذلك الشاب الثاني والثالث والرابع، ولذا تستقبل المستشفيات يوميا عشرات من هؤلاء المرضى الخطرين. تذكرون في أيام كان هنا مطاردة ومسابقة على البحر والتي منعت قبل 4-5 سنوات، أنا ذات مرة سألت من فرد واحد في مستشفى الصباح في مستشفى العظام،
قلت له من نزلاء مستشفياتكم؟ فرد واحد منهم قال نزلاء مستشفياتنا على الأغلب هؤلاء الذين يسابقون، لأن هؤلاء بالليل يسابقون على البحر، كان قبل 4 سنوات قبل المنع بالليل يسابقون على البحر وتصطدم سياراتهم أو تقذفهم السيارات إلى الخارج، وإذا يومية 10، 25 أقل أكثر يأتون إلى المستشفيات، فهؤلاء يمونون المستشفيات في ذلك اليوم. في البلاد التي فيها الزنا المستشفيات تستقبل يوميا عشرات من هؤلاء المرضى والعياذ بالله، هذا شيء. وأما بالنسبة إلى الخمر، الخمر كلنا نعلم أن أضرارها كثيرة وهائلة، أضرار على المخ وأضرار على المعدة وأضرار على الكبد، وكثيرا ما عدوى هذه الأضرار تتعدى إلى ولد الإنسان والعياذ بالله. الآن أكو قانون في كل العالم أن الزوج والزوجة قبل الزواج، وهذا قانون غربي وضعوه لبلادهم، يجب عليهم أن يروا ويبحث الطبيب أن ليس لهم هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض تتعدى من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة إلى الزوج أو منهما إلى الولد المسكين وغير المذنب، وإذا بالولد يولد معتوه والولد يولد مشوه، الولد يولد أبكم، الولد يولد مجنون. ولذا الآن في الغرب أكو قوانين لهذه الشؤون، حيث عندهم الخمر والزنا مباحان. السيد الكاشاني لما جاء إلى المجلس وانعقدت الدورة لمجلس الأمة، فهو عالم وآية الله، والذين في المجلس أكثرهم أخيار وجماعة منهم معممون وخطباء وعلماء، وتصوير المجلس موجود. في الحقيقة إذا رأى الإنسان ذلك المجلس يفرح أن الدين والعلم والعلماء والمتدينين والخطباء وأئمة الجماعة وصلوا إلى الأخذ بزمام البلاد. قدم السيد الكاشاني مشروعا بمجرد وصوله إلى المجلس بمنع الزنا وغلق جميع مكانات البغاء، وكذلك بمنع الخمر وجميع معامل الخمر وجميع دكاكين الخمر. قدم إلى المجلس هذا المشروع السيد الكاشاني بصفته رئيسا للمجلس. لما قدم للمشروع كان فرد نائب من النواب الذين تعلمون في كل مكان والزمان أكو أناس لا يربطهم دين ولا يربطهم فضيلة، في كل مكان هذا الشيء أكو، من يوم خلق الله آدم وحواء وهابيل وقابيل وموسى وفرعون وحسين ويزيد وعلي ومعاوية وعلى طول الخط المعروف. أحد النواب قام وقال سيدنا آية الله كيف تمنع هذا الشيء وهذين الشيئين وإيران أرباحها ووارداتها وضرائبها من الخمر والزنا في ذلك اليوم 40 مليون، وذاك اليوم 40 مليون فرد فلوس ضخم واضح، لأنه إذا كان في بلد مبغى الحكومة تأخذ من كل بغية أجرا، يعني ضريبة، وكذلك إذا كان هنالك مخمر الحكومة تأخذ من كل مخمر ومحل خمر ومعمل خمر يأخذ فلوس ضريبة ضرائب المعروفة. قال سيدنا آية الله، فرد واحد من النواب الذين ما عندهم حفاظ، قال سيدنا آية الله كيف تمنع الخمر والبغاء في إيران ووارد الدولة من الخمر والبغاء 40 مليون؟ السيد الكاشاني كان مستحضرا لهذا الشيء، لأنه هو كان سيد كلش نبيه وذكي، كان
إلى جنب أنه مرجع تقليد آية الله ويكفي، لكن أيضا كان رجلا سياسيا ومربوطا بالأمور، فأخرج من جيبه قائمة. قال: صحيح ما تقول أيها الأستاذ النائب أن الحكومة تتربح من وراء هذين الجريمتين 40 مليون، لكن ألا تعلم بهذه القائمة الثانية؟ وأراه القائمة. قال: إن مصارف المستشفيات التي تصرفها الحكومة لأجل علاج هؤلاء المرضى، لأنكم تعلمون أن المستشفيات مجانية أغلبا في كل العالم، فالحكومة مكلفة بالصرف على هؤلاء الذين يأتون إلى هذه المستشفيات وتستقبلهم هذه المستشفيات، وقال إن الحكومة مكلفة بالصرف على السجن الخمار. كلكم تعلمون الإنسان الخمار ليس له فكر وإنه يصبح سكران، والإنسان السكران يركب السيارة ويصطدم ويضرب إنسانا بالسكين ويتقاتل مع الآخر ويقتل الآخر، ما عنده عقل لا شك فيه. والمحاكم والحكومات تصرف واردا كبيرا لأجل المحاكم والسجون التي تسجن هؤلاء. قال: صحيح ما قلت إن وارد الحكومة بالسنة 40 دينار من أرباح وضرائب المخامر وما المباغي، لكن هذه قائمة ثانية عندي أيها النائب المحترم تقول إن مصارف الحكومة لأجل المستشفيات ولأجل المحاكم والسجون التي تتلقى هؤلاء 50 مليون، نحن نعرض عن 40 مليون ربح حتى لا نصرف 50 مليون خسارة. مثله إنسان يعطيك 40 دينار ثم يأخذ منك 50 دينار، لا يعطيك 40 دينار ولا يأخذ منك 50 دينار. هذه الأمور النبي لما يقول وقي الشر، كان كلامنا في هذا الموضوع، فقد وقي الشر، شر حرام، مو أن الخمار والزاني والعياذ بالله لهم عاقبة سيئة في الآخرة وفي النار، لا، الدنيا يأخذ الخمار والزاني من صحته من سمعته ومن كل شيء. قبل يومين ذكرت الإذاعات أن حكومة بريطانيا قررت قانون أن الخمار إذا مشى في الشارع بسيارته 3 سنوات يؤخذ منه السيارة. هل من الصحيح أن نبيح الخمر في البلاد ثم نقول أيها الخمارون لا تركبوا سياريكم وسياراتكم، لأنكم إذا ركبتم سياراتكم إحنا نأخذ منكم 3 سنوات السيارة؟ هل هذا صحيح؟ لماذا لا نمنع الشر من أوله؟ نمنع الشر حتى لا يتعاطاه إنسان، وإلا الخمار لا يشعر شرب الخمر وركب السيارة وذهب وجاء وما أشبه. وفي العراق أنا أذكر كان عندنا رجل الدين معمى، ثم دخل المدارس وقرأ الحقوق وتخرج ودخل في السياسة وصار ذات يوم رئيس الوزراء، وهو الشيخ فاضل الجمالي، سامعين باسمه أو لم تسمعوا، هذا كان شيخا عالما دينيا، ثم دخل المدارس الابتدائية والثانوية والجامعة وتخرج من كلية الحقوق وصار في ذات يوم رئيس الوزراء. وفي الحقيقة هذا الرجل أنا لا أعرفه ولا رأيته من قريب أبدا، لكن له فضل كبير على العراق في أيام الملكين هذا الرجل، وهو أنه كان في بغداد وفي العراق كلها مباغي إلى عهد هذا الرجل. حتى أنا أذكر في بغداد والذين ذهبوا إلى بغداد عرفوا هذا الشيء، كان مبغى بغداد فرد مكان كبير جدا وله اسم ولعله أكبر من منطقة كبيرة، ولا نريد أن نشبه بمنطقة من مناطق الكويت احتراما للكويت ومناطقها.
هذا الرجل بمجرد أن وصل إلى رئاسة الوزراء غلق هذا المحل وقال يجب أن تهدم كل هذه الدور حيث عصي الله فيها وحيث نشر المرض والفساد وهدمت كل تلك الدور. الذين راحوا إلى بغداد ورأوا قبل هذا الشيء ورأوا بعد هذا الشيء عرفوا أن هذا الرجل كيف خدم العراق وخدم المسلمين بغلق هذه الأمور. هم يقولون عجيب، إذا الخمر والزنا هكذا فلماذا نرى الغربيون يتعاطون الخمر والزنا ولا يصيبهم شيء؟ لعلم الشباب أكو رجل اسمه ديل كارنيجي، هذا الرجل مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بنيويورك العاصمة، فرد رجل إنساني هذا. وهذا الرجل مؤسس 300 مدرسة، هو وحده أسس 300 مدرسة، ديل كارنيجي، لا تنسون الاسم. ولهذا الرجل مؤلفات كثيرة، من جملة مؤلفاته كيف تكسب الأصدقاء، وهذا الكتاب مترجم إلى 56 لغة ومن جملتها اللغة العربية وموجود في كل مكتبات الكويت. في الحقيقة هذا رجل إنساني، ديل كارنيجي، هو مسيحي، لكن من عجيب الأمر أني طالعت كتابه كيف تكسب الأصدقاء رأيت أن كتابه مع أنه ليس بمسلم ولم ير روايات الرسول الأئمة الطاهرين تراه كأنه إنسان مسلم يفرغ روايات الرسول في هذا الكتاب، لكن بذبات آخر. هو قلت مؤسس معهد العلاقات الإنسانية في أمريكا، وهو وحده أسس 300 مدرسة في هذا الشأن، العلاقات الإنسانية، علاقة الزوجين، علاقة الشريكين، علاقة العامل ورب العمل، علاقة الفلاح والملاح، علاقة الجار والجار، علاقة الصديق والصديق، مدارسه لهذا شأن هذا الرجل. وكتابه كيف تكسب الأصدقاء ترجمت إلى 56 لغة. وقلت إن من عجيب كتابه أنه مع العلم لم ير روايات النبي والأئمة، أن الإنسان لما يطالعه يرى أنه يقول ما قاله رسول الله لكن في عبارة آخر وقالب آخر. هذا الرجل له كتاب، وإني أنصح الإخوان بقراءة هذين الكتابين معا، كتاب كيف تكسب الأصدقاء لديل كارنيجي، هذا الكتاب بالعربية بالفارسية بالإنجليزية بالهندية بالأردية بمختلف اللغات موجود. وكتاب ثاني له اسم الكتاب دع القلق وابدأ الحياة، وهذا كتاب أيضا جميل إلى أبعد الحد. في هذا الكتاب الثاني دع القلق في المكتبات أيضا هذا الكتاب موجود إطلاقا، في أغلب العالم كتب هذا الرجل موجود لأن له علاقات إنسانية وله نمو فكري بشري. في هذا الكتاب الثاني يقول، وأنا رأيته، يقول إن الأمريكيين، وراجع الكتاب، كل 8 منهم 1 من 8 مبتلى بالسرطان، رجل كتابه، وهو رجل حجة وأمريكي، وفي كتابه كتب هذا الشيء. يعني شنو هذا؟ يعني لا تقولوا لماذا الأمريكيين والروس والإنجليز يشربون الخمر وعندهم البغاء ولا يصيبهم شيء. هذا أحدهم يقول كل 8 أمريكي أحدهم مبتلى بالسرطان. في الحقيقة هذا أكبر فاجعة، لنفرض والعياذ بالله 1000 مرة و1000 مرة أن الكويت، الكويتيين والذين هم مقيمين في الكويت حفظهم الله جميعا، نفوسهم 1,000,000 حسب الإحصاءات الأخيرة أو ما يقارب 1,000,000. يعني كثر منهم مبتلى بالسرطان حسب ديل كارنيجي بالـ 8-1،
يعني 120,000 أكثر مبتلى بالسرطان. لاحظوا هذا الشيء، محرم يعطي مفعولة سواء في أمريكا أو في إنجلترا أو إنسان مسلم في بلد إسلامي يعطي مفعوله بكل صورة. إني لا أقول أن أي إنسان مبتلى بالسرطان هذا شرب الخمر أو زنى والعياذ بالله أبدا، إني أدعي الكلية من ذلك الجانب على قول المنطقيين، ولا أدعي الكلية من هذا الجانب. إني أقول إن الذين يرتكبون المحرمات كالخمر والزنا واللواط والسحت وما أشبه هؤلاء معرضون لمختلف الأمراض في دنياهم قبل آخرتهم. ولا أقول أننا إذا رأينا إنسانا والعياذ بالله ابتلي، لعله ابتلي بالعد وكما يصير هذا الشيء، ولعله ابتلي بسبب آخر كما يصير هذا الشيء. فالإنسان كما يقول الرسول من وقي شر قبقبه ولقلقه وذبذبه فقد وقي الشر. إنسان يحفظ، يحفظ بطنه، يحفظ فرجه، يحفظ فمه عن المحرمات وعن المعاصي. هذا مبحث، هذا الشر الحرام. نأتي إلى الشيء الثاني، الشر الحلال، لأن في الحلال أيضا شر. الحلال الإفراط والتفريط يا شباب يا إخوان يا أخوات، كلاهما غير حسن. أنك تسوق سيارتك في شارع عام بين الكويت وبين السعودية أو بين الكويت وبين العراق 260 كيلو في الساعة، وسيارات 260 كيلو، وأنا ركبتها وهذا سائقنا كان إنسان يسرع وكلما نصحناه لا ينفع معه. في الحقيقة الطيارة كأنها تطير. 260 تسوق السائر سيارة في الشارع العام ماكو مانع. هل هناك قانون يقول لك إنه لا يجوز لك في شارع خارج البلاد لا تسوق السيارة 260 كيلو؟ ما هو شكل القانون. لكن هل هذا صحيح أن تسوق؟ لا مو صحيح. هذا حلال شر. يعني شنو شر؟ يعني لا سمح الله سقت بهذه السرعة الفائقة وإذا حيوان، لا نقول إنسان، حيوان قفز من خلف الشارع واصطدمت بهذا الحيوان، وإخواني المؤمنون انقلوا أقدامكم إلى جنازة فلان، هذا قطعي لا شك فيه، هذا حلال شر. وكذلك إذا ذهبت من هنا إلى البصرة مثلا أو إلى أبادان لنفرض في السيارة أو إلى السعودية في السيارة وسقت السيارة كل ساعة كيلوين، هل هذا صحيح؟ أم هذا حلال لكنه شر؟ والنبي لما قال من وقي شر قبقبه ولقلقه وذبذبه لم يقصد الحرام فقط، حتى الحلال الشر. الأكل، هذا الأكل. الآن نحن نخرج من شهر رمضان إن شاء الله تعالى بسلام، ونأتي إلى شهر شوال والأشهر المباح فيها الطعام والشراب. إش كثر أكو أحاديث إذا جلست على المائدة فاحفظ بطنك عن الطعام، لا تأكل كل شيء، لأن وراء كل شيء والأكل الكثير مرض. أكو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول الأعظم يقول أكثر، راجعوا كتاب الوسائل وهو من معتبر كتبنا، يعني كتاب معتبر جدا يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول قال أكثر أهل المقابر من التخمة، يعني الذين ذهبوا إلى المقابر وابتلوا، يعني راحوا إلى القبر. لماذا راحوا إلى القبر؟ أكل زائدا، أكل غير مناسب، هذا الطعام غير المناسب سبب له مرضا،
والمرض انتهى إلى الموت، أكثر أهل المقابر من التخمة. هذا حديث الرسول، ونحن كمسلمين نصدق بهذا الحديث، لكن هل الغربيون يصدقون بهذا الحديث؟ أعلمكم يا شباب، كتاب ظهر جديدا، يعني هالسنتين ثلاث سنوات ظهر هذا الكتاب. اسم الكتاب مع الأسف هذا الكتاب مو مترجم باللغة العربية، كتاب ل15 من أكبر علماء الغرب، 15 واحد اشتركوا في تأليف هذا الكتاب، وهم من أكبر علماء الغرب وأساميهم موجود في أول الكتاب. وهذا الكتاب مترجم إلى اللغة الفارسية، وإني طالعت اللغة الفارسية، كتاب ضخم جميل إلى أبعد حد في الحقيقة. ويا ليت هذا الكتاب كان يترجم إلى اللغة العربية وكان يستفيد منها شبابنا وشاباتنا الذين لا يعرفون اللغة الفارسية. اسم الكتاب هذا، هؤلاء 15 عالم حققوا حول الإمام الصادق، وهم كلهم مسيحيون، مو مسلم منهم أحد ولا شيعة منهم أحد، كل هؤلاء مسيحيون حققوا حول الإمام الصادق، إمام صادقنا، حققوا حول هذا الإمام. وهؤلاء أخذوا جملا من كلمات الإمام وشرحوا هذه الكلمات، ومكرر في هذا الكتاب، الكتاب ضخم جدا لعله 800 صفحة أو أكثر، وكلهم أبدوا إعجابا هائلا بالإمام الصادق. يقولون في الكتاب في النص، يقولون إذا اعتقاد الشيعة صحيح أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون كل شيء، لا عجب في هذا الإمام. وإذا اعتقاد الشيعة مو صحيح، من الغريب أن هذا الرجل يقول شيئا لم يكتشف إلا بعد 12 قرنا منه. يقولون أن هذا الرجل عجيب، إما اعتقاد الشيعة صحيح الذين يقولون أن أئمتنا يعلمون كل شيء، وإذا هذا الاعتقاد مو صحيح نحن نتعجب كيف هذا الرجل قبل 12 قرن ونصف اهتدى إلى أشياء اهتدى إليها العلماء بعد 1250 سنة من تقدم العلم. في هذا الكتاب يقول، يأتي بنظريات علمية للإمام الصادق في الحقيقة كلها هائلة. في هذا الكتاب يقول الإمام الصادق كان يمنع عن كثرة الأكل، ويقول، شاهد كلام نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أكثر أهل المقابر من التخمة، في هذا الكتاب يقول تحقق، راجع الكتاب، أن أكثر الذين يموتون إنما يميتهم أقرباؤهم وأحباؤهم الذين يقدمون لهم أغذية طيبة وكثيرة ومقوية. يقول أقرباؤهم يميتون هؤلاء، كيف؟ الطب هو طبيب يقول هذا الكلام. يقول اكتشف علميا أن الغذاء الكثير إذا دخل البطن أوجد سما في الأعصاب والشرايين والدم، هذا السم يسمى في لغتهم توكسين، وهذا التوكسين يتراكم، هذا السم، يعني وجبة صباح توكسين، وجبة ظهر توكسين، وجبة ليل توكسين، وشهر وشهرين وخمسة أشهر وعشرة أشهر، وإذا هذا الإنسان ابتلي بمرض والمرض استفحل وأخيرا أدخله القبر. رجعوا هذا الكتاب، هذا حلال إن شاء الله. إذا جلسنا على المائدة، كثر أكو روايات أنه لا تخلط الألوان ولا تأكل كثيرا،
أكو كتاب في الفقه الإسلامي مع الأسف الكثير هذه الكتب لا يعمل بها ولا ينتشر، كتاب يسمى بكتاب الأطعمة والأشربة، لعله أكثر من 5000 حديث عن الرسول الأعظم، عن فاطمة الزهراء، عن علي، عن الحسن، عن الحسين، عن الأئمة، حول ماذا تأكل وماذا أأكل وكيف تأكل وكيف أأكل وكيف نشرب، أحاديث. لكن هذه الأحاديث مع الأسف الكثير وهذا الكتاب الذي يسمى بكتاب الأطعمة والأشربة صار عندنا قليل الرواج، ولذا في الحقيقة ترى المرضى هائل في المجتمعات مو مسبوق أصلا هالكثر أمراض ومرضى، هالأسلوب الحديث في الأكل والشرب والطب والمعاشرة وما أشبه، هذا أسلوب سبب للإنسان المشاكل. رجعوا الأحاديث، شوفوا كبس من الأحاديث حول الخل، والآن أنا ما أريد أبين هذا الشيء كطب، ولو أني قارئ الطب في الجملة الطب القديم والطب الحديث ومؤلف بعض الكتب في الطب، لكن أنا ما أريد أبين هذه الأشياء لأن الوقت لا يسمح، ولأن موضوعنا ليس هذا، وإنما نريد الخطوط العامة. الخل على المائدة، الخل تعلمون يا إخوان 4 أشياء، روايات على كلها عن الأئمة الطاهرين، خل العنب وخل التمر، استعمال الخل على المائدة، عدم أكل الزائد، شيء ثاني، الشيء الثالث الحجامة، الشيء الرابع العمل البدني. أي إنسان يعمل بهذه الأمور 4، أنا أعطيكم كلام بين كل 1000 لا تجد حتى 10 مبتلى بالسكر أو بالسرطان أو بضغط الدم أو بدسومة الدم أو بزيادة الأملاح في الدم أو إلى آخر القائمة، وجع المفاصل، وجع اللوزتين، المعدل الصداع النصفي، الصداع الربعي، الصداع الشمسي. الأئمة والأنبياء قالوا وكتبوا وآباؤنا عملوا فلم يبتلوا. الآن اسأل يا شباب ويا شابات، اسألوا من أمهاتكم واسألوا من آبائكم، هل كان هنا عندنا سابقا في الكويت أو في كربلاء أو في قم هل كثر مرضى في مجمع واحد؟ في الكويت هو رئيس المجمع يقول 15,000 إنسان يراجعون شهريا للسكر. قسم من الناس يقولون لا، سابقا ما كانوا يفهمون المرض، هذا كلام ما كان يفهم على أن لسانه ييبس وأن بوله يكثر وأن في بدنه حالة حمى، ما كان يشعر. شنو هذا الكلام؟ مناهج إسلامية كنا نعمل بها ليل نهار فكنا أصحاء، والآن تلك المناهج الإسلامية قلت أو اختفت، وإذا بالمجتمع أكثرها مرضى والمستشفيات ممتلئة والصيدليات ممتلئة والدول المسكينة يوميا تزيد من مستشفى. حتى أول بارحة قبل 3 ليالي فرد واحد من المسؤولين الكبار يقول لي بحضور جماعة أن الحكومة قررت بناء 4 مستشفيات جديدة، كل مستشفى لا أقل يأخذ 500 سرير. صحيح هذا العمل لا شك، لأنه من واجب الحكومة أن تبني المستشفيات للشعب، لكن الكلام نحن لماذا صرنا مرضى وصرنا بهذه الصورة؟ هل تذكرون يا آبائنا ويا أمهاتنا الجالسات في الحسينية، هل تذكرون قبل 30 سنة و40 سنة حتى موت واحد فجأة؟ اسألوا من الآباء. أما أنا
أذكر في كربلاء قبل 35 سنة أذكر أنا. عندنا شارع في كربلاء كان يسمى بشارع البلوج، ثم بدل اسمه وسمي بشارع الملك فيصل في أيام الملك فيصل الثاني، ثم بعد الانقلاب سمي هذا الشارع بشارع عبد الكريم قاسم، ثم لما أطيح بعبد الكريم قاسم سمي الشارع، أهل الشارع اجتمعوا وقالوا كل يوم فرد اسم ما يصير، نحن نجعل عليه اسما خالدا، فسموه بشارع الإمام أمير المؤمنين وشارع الإمام علي. إلى الآن في كربلاء منذ ما يقارب 16 سنة اسم الشارع شارع الإمام علي، وهو الشارع الرئيسي. في هذا الشارع قبل 35 سنة وكان يسمى ذلك اليوم بشارع البلوج، انتشر في كربلاء أن إنسانا مات بالفجأة، لأول مرة نسمع بالفجأة، وإذا جو من الكآبة على كل كربلاء. وأنا أذكر أن الذين هرعوا إلى الشارع حتى يروا أنه كيف مات إنسان، بالليل نام والصباح ما قام. الحقيقة لعله لو ما أبالغ فرد 10,000 إنسان اجتمعوا في هذا الشارع. ذاك اليوم كربلاء صغيرة ونفوسه ما يقارب 60-70 ألف، رجال نساء كبار صغار، ما جاي للتشييع وإنما للتعجب، هل يموت إنسان فجأة؟ كويت نفس الشيء، إيران نفس الشيء، العراق نفس الشيء، مصر نفس الشيء، لأنه كان مناهجا إسلاميا جاريا في بلاد المسلمين لا أكثر ولا أقل من هذا، فموت فجأة كان من الغرائب. أكو برد رجل ملحد في الحقيقة عجيب، راجع البحار حتى تروا هذا الرواية، رجل ملحد اسمه أبو شاكر الديصاني، هذا تكلم مع الإمام الصادق حول الإلحاد والإيمان كلاما مفصلا وبحث مفصل. الإمام الصادق من جملة كلماته له لأبي شاكر الديصاني قال له إن بعض الناس يموتون بالفجأة، قال لا أتمكن أن أصدق. عجيب، فيلسوف لا يصدق أن إنسانا يمكن أن يموت بالفجأة، وقال للإمام الصادق هل من الممكن أن ينام إنسان بالليل ولا يقوم بالنهار؟ هذا لا يمكن. الإمام الصادق قال له إن علمك لم تصل إلى هذا، يعني هذا الرجل الفيلسوف في زمان الإمام الصادق حتى فجأة واحد ما شايف، حتى الإمام الصادق قال له إن علمك لم يصل إلى هذا، بينما هو رجل فيلسوف أبو شاكر الديصاني. أما الآن الإخوان حفظهم الله يأتون بعض الأيام يودوني إلى المغتسل لأصلي على بعض الجنائز، صدقوا أن في كل 10 لابد 2 بالفجأة، في كل 10 إنسان، فرد مرة كنت أحسب أنا تخمين، كل 10 نصلي عليهم. أسأل الآن من الأصدقاء الذين نذهب معهم إلى المغتسل بالسيارة، هذا منو؟ عمره ايش كثر؟ لماذا توفي؟ حتى نزيد معلومات. يقولون عمره 80 سنة، لماذا توفي؟ لأنه مثلا مبتلى بكذا، موت طبيعي، وفلان كذا. وفي كل 10 في الحقيقة شفت 2 يموتون بالفجأة. لماذا فجأة؟ معجزة؟ لأنه ترك المناهج الإسلامية في الأكل والشرب وغير ذلك، ابتلي الناس بهذه البلايا. من الضروري علينا أن نراجع إلى المناهج التي للأئمة الطاهرين. هناك كتاب اسمه الكتاب طب النبي، نحن الطلبة كنا نقرأه، أول ما نقرأ الدرس فرد رجل عالم اسمه المستغفري قبل 1000 سنة، هذا الرجل جمع كلمات النبي في الطب وسماه بطب النبي. أكو كتاب ثاني يسمى بطب الإمام الرضا نصائحه الطبية، أكو كتاب ثالث يسمى بطب الإمام الصادق نصائح الإمام الصادق الطبية، أكو كتاب الرابع يسمى بطب الأئمة نصائح الأئمة الطبية، جمعوها في كتاب. محرمات وإحنا ما نستعمل والحمد لله رب العالمين، لكن الزيادة والنقيصة يسبب هذه الأشياء. الوقت انقضى ولا نطيل أكثر من هذا، لكن كلمة أخيرة نقول، حتى الأولاد
الحقيقة الإسلام رفض لهم رصيدا كبيرا لأجل سلامة الولد. يا أخوات المتزوجات وغير المتزوجات واللاتي تتزوجن في المستقبل إن شاء الله، ويا شباب المتزوجين وغير المتزوجين والذين تتزوجون في المستقبل، أخذوا هذه الكتب وداوموا على تطبيقها. أكو في الأحاديث أشياء عجيبة حول أن يطلع ولدك وولدك جميلا صحيحا سليما. في الأحاديث أكو أن من أكل الكندر إلى أي حد، كندر هذا الكندر، الشيوخ والكبار يعرفون الكندر، يمكن الشباب ما يعرفون كندر قتل علش، أن المرأة الحامل إذا أكلت الكندر طلع الولد قوي الجسم. الإمام إلى هذه الناحية يلاحظ حتى ابنك وابنك يطلع قوي الجسم. وأكو في الحديث أن المرأة الحامل إذا أكلت السفرجل الولد يطلع جميل، حتى ولدك جميل جميل. أحد علمائنا الكبار الله يرحمه اسمه الشيخ الأعثم، هذا عالم كبير جدا، هذا الرجل نظم قصيدة في الأطعمة والأشربة الواردة عن الأئمة الطاهرين، وفي الحقيقة قصيدة رائعة وكلها صحيحة. وذات يوم أني كنت أطبق بين هذه القصيدة وبين العلم الحديث الطب الحديث الذي وجدت فيه، شفت كل مطابق للطب الحديث في هذا الكتاب. يقول من جملة أشعاره، يقول: وفي السفرجل الحديث قد ورد تأكله الحبلى فيحسن الولد، حتى ولدك جميل الإسلام قال كيف تصنع، حتى ولدك قوي الإسلام قال كيف تصنع، حتى تريد ولدا ذكرا الإسلام قال ماذا تأكل من دواء حتى يصير ولدك ذكر ومن شفاء، وحتى أنت عقيم وتريد أن الله يهب لك أولادا الإسلام قال ماذا تصنع. هذه كلها موجودة في كتبنا وفي غير كتبنا، يعني أنه الكتب المروية عن النبي، النبي الأعظم يقول: من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر. وقلنا أن الشر على قسمين: شر حرام وشر حلال. حلال لكن يسبب مرض مثل السيارة السريعة، الإسلام يمنع حتى عن هذا الشيء. ولعلم الشباب أقول: وفي الحقيقة قلنا ذات ليلة لا حياء في الدين ولا حياء في العلم، وكثير من شبابنا يراجعون للكتب الغربية والشرقية. أكو يا إخوان ويا أخوات آداب خاصة لأجل مباشرة المرأة، كلها لوحظت لأجل الولد. أولها رسول الله قال لعلي في حديث طويل: يا علي إن فلان شيء يطلع الولد أخرس، فلان عمل عند الجماع يطلع الولد أبكم، فلان عمل يطلعه أعمى، فلان عمل يطلعه معتوى. من الرسول قالوا هذا الشيء وإلى الإمام المهدي، أنه كيف تباشرون نساءكم ويباشرنهن إياكم. أقول هذه كلها قالوا، مثل أنه المدرسة موجودة والمنهج موجود والمدرس موجود وكل شيء، طالب لا يذهب إلى المدرسة، ذنبه على نفسه. الكتاب موجود والعلماء قالوا وألفوا ونشروا وطبعوا، بقي علينا العمل، لا أكثر ولا أقل من هذا. آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الجماع، آداب الرضاع، آداب الحمل، آداب السفر، آداب الحضر، آداب المجلس، آداب السلام، آداب الكلام، آداب الفكر، آداب المسجد، آداب التجارة، كثر آداب وكلها ما
مصلحة، يعني مصلحة عقلية فقط النظر عن أننا نؤمن بالدين والإيمان والله والرسول والإمام، لا، العلم كشف عنها وإنها في مصلحة البشر. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.